مؤهل الدراسي؟ شنو يعني؟ آخر شنو السؤال؟ آخر شهادة دراسية؟ بكالوريوس تسويق. بكالوريوس ماركتينج. ماركتينج. أوكي. وانت لا تطلع عنوان اكتب ترى بس كذي خربط. اي اوكي. بس كذي اسوي يعني. اوكي. لا شوف في اشياء خرابيط في فجاه عربي انجليزي. عقيل تمثيل واخراج. شهادتي تمثيل. في نبذليات وانا فجاه السؤال ضيعت. تمثيل واخراج. من المعهد. جامعه اي جامعه. الفنون المسرحيه. صح. اي بكالوريوس. بكالوريوس. اي بكالوريوس. تدري ان انا فشله بقول لك ان انا ما اعرف البكالوريوس وشنو فوقه وشنو. فانت يعني دبلوم بكالوريوس ماجستير دكتوراه انا ماخذ ما ادري شنو بس المهم انه ماخذ شهاده جامعه المعهد العالي في الفنون المسرحيه. اوكي البكالوريوس هي 4 سنوات بعد هذا انا عيل البكالوريوس عقبال الماجستير والدكتوراه ان شاء الله ان شاء الله. على اقول لك شنو الفرق بين البكالوريوس والليسانس؟ شنو الليسانس؟ هذا الليسانس تشوفه بالافلام المصريه الليسانس. صح لان في اللغه العربيه يعني الليسانس خاص بالاشياء الادبيه التخصصات الادبيه. أوكي. والبكالوريوس التخصصات العلميه فانت يعتبر ليسانس بس احنا يعني بالكويت نقول بكالوريوس. بكالوريوس معلومه حلوه.